رائد الجريان، عضو بلدية شير حبيب بن حسنة، عضو بلدية مجلس محلي وبلدي لمنطقة كريم الأغوار الشمالية. هيك شغلي، محافظة على نظافة البلد، منطقة البلد، إنارة البلد، أخذ قرارات في المجلس البلدي والمحلي، طبعاً بتهم مصلحة المواطنة. أهالي المنطقة هم اللي انتخبوني، لو ما وجدوا فيي إني أنا جديرة وإني على حمل المسؤولية هاي، أتحمل المسؤولية هاي، ما انتخبوني. فانعكست إيجابياً على حياتي الخاصة ومع أولادي مع بيتي، صرت قادر أكون على ثقة بنفسي أكثر من هيك، أكثر من أول. يعني الحمد لله رب العالمين تعززت الثقة بنفسي. بالعمر هذا بحس إنه هذا الوقت كثير، هذا السن مناسب جداً لهيك مناصب، لأنه بأخذ إنسان بكون حكيم، الخبرات الحياة علمته إنه يأخذ قرارات حكيمة بحياته، وهذا المنصب بده قرار حكيم، ما بده تهور بقرارات. أنا بطلع بوقف مع الجرافة على الوادي مثلاً، لما تم التجريف بوقف عند عمود الإنارة، ممكن أشيك عليهم يركبوا لمبة الإنارة. فزمان كانت الثقافة العيب موجود، لكن الحمد لله رب العالمين إحنا حالياً لا. أنا شايفة حالي هون، أنا شايفة حالي بهذا المنصب، وإن شاء الله بإذن الله راح أكرر الموضوع بإذن الله.